فالغيبة غفلة وانتهاك لحدود الله وإضاعة لحق إخوانك المسلمين، ولن يردعك عنها شيء أعظم من الخوف من الله والشعور بمحاسبة الله لك وسؤاله إياك. فلو تذكرت أنك واقف بين يديه وقد عرضت سيئتك عليه وسئلت كيف اغتبت أخاك وقد نهاك ربك، فمن تذكر واعتبر وتبصر ونظر فيما هو آين إليه من آخرته فإنه يزم نفسه بزمام التقوى ويحبس لسانه عن الوقوع في أعراض المسلمين والاشتغال بعيوبهم. فلا أعرف شيئا يحول بين العبد وبين معصية الله أعظم بعد توفيق الله من ذكر الآخرة، فهي التي توقظ الإنسان من غفلته وتردعه عن الاسترسال في شهوته، فشهوة اللسان مصائبها عظيمة لأنها تنتهي بصاحبها إلى النيران. قال يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ تبتعد عن الغيبة حينما تتذكر أن الله سيسألك عن كل كلمة تقولها، وأن الله سيسألك عن إخوانك المسلمين ماذا حفظت من حق الإسلام وأخوتهم، هل حفظت أو ضيعت؟